أول مناظرة بينهما ترامب لكلينتون، سياساتكم خلقت الفوضى في الشرق الأوسط. 20 trillion dollars. We cannot do it any longer, Lester. لقاء في ابن الشعي بين فرنجي والحريري وطيف عون ثالثهما. التقوى والسلام تابع، شبكة اتصالات سقطت من القرار الاتهامي. غريب أمرك، ليش أنت مصمم بس تدافع عن الطرف السوري بهالقصة؟ اعترافات قاتل ناهض حتر معدة سلفاً. القاتل لا يعنينا، القاتل هو عبارة عن أداة، أداة أمرت بجهة من الجهات لتنفيذ حكم الإعدام. بين ميسي ولاعبين، عاطل من العمل وراكب فان. جرح كبير، يمكن عم بحكي بطريقة العالم يمكن ما تتقبل، لكن عم بحكي بالصدر. صباح الخير. غداة وصوله إلى بيروت، خطف الرئيس سعد الحريري رجله باتجاه ابن الشعي، فكان اللقاء الأول بعد العودة مع مرشحه للرئاسة النائب سليمان فرنجي. وما إن عاد الحريري حتى حمل الوزير وائل أبو فعور نفسه وغادر إلى الرياض للقاء عدد من المسؤولين السعوديين. وما بينهما أنهى الوزير جبران باسيل زيارته الأمريكية وقفل عائدا إلى لبنان ليواكب المساعي والاتصالات. أجواء لقاء ابن الشعي بقيت طي الكتمان، وبحسب معلومات الجديد فأن الأمر لم يتعدى نطاق التشاور، لكنه بداية قد ترسم خريطة طريق ميشيل عون نحو قصر بعبدة. لقاء المساء سبقته تنبؤات النائب العوني زياد أسود، وارتكازا على ما أدلى به فأن الأجواء ذاهبة إلى تبني ترشيح عون في تسوية تأتي بالحريري رئيسا للحكومة. وإذا لم يحصل شيء الأربعاء ففي الجلسة التي تلي. زياد آخر جاءت توقعاته من بارود، حيث لا انتخابات نيابية ولا قانون انتخاب قبل 20 من حزيران، مبديا حذره من تمديد ثالث للمجلس النيابي. وما بين توقعات الزيادين، أين يقع دور الرئيس بري؟ ومن هم الحكام الذين وصفهم بارود بأن لهم مصالح ضيقة وصغيرة؟ دبلوماسية وزير الداخلية الأسبق لن تدفعه إلى تسمية بري بالاسم مكتفيا بالشبهات، فرئيس المجلس لن يسمح بأي تسوية من دون سلة تعيده رئيسا للمجلس. تلك هي الحسابات الضيقة بعدما استهلك بري جميع صنوف الأرانب، فهو أعلن أنه لا يرى جديدا في الاستحقاق الرئاسي. وردا على الطبخة الرئاسية بمعزل عنه أجاب ضاحكا: لهذا السبب لا يأكلون. وقياسا على هذا التوجه فأن الأكل المضمون هو التمديد الثالث الذي له مصطلح آخر من المعيب ذكره، لكن فحواه أن رئيس مجلس النواب لن يسمح بقانون ولا بانتخابات ولا بستين ولا بأي صيغة أخرى لن توفر له ضمانة العودة إلى الإمساك بالمطرقة. وقياسا على هذا التوجه يمكن اتهام بري بصلب لبنان كله، فهو الحاكم وهو المرجعية، هو التعيينات والمناقصات، هو الدولة والدولة هو، رئيس على الرئاسة والحكومة والمجلس والقضاء ومجلس الإنماء والإعمار والنقابات والهيئات وصولا إلى مؤسسة الرجيل الوطنية التي أوكلت بيع الشراء لمدير على طول الزمان يدعى نصيف سقلاوي المسيطر على منجم ذهب، عين مع بري ولا يخرج من مركزه إلا مع بري. فكيف سيتخطى سعد الحريري هذا المسار الشائك؟ ومن أين له الدخول في تأييد عون ما لم يعط رئيس المجلس وعدا بالسلة؟ وأين تصرف حفلات التفاؤل التي لا تأخذ رئاسة المجلس بالاعتبار؟ لقد عاد الحريري صامتا ولم ينفي أنباء تبنيه ترشيح عون، أما عن موافقة السعودية على اسم الجنرال فقد وردت في سياق النأي بالنفس. فالمعلومات تقول إن المملكة أعطت جوابها بأنها لن تتدخل في الموضوع الرئاسي،
وعلى اللبنانيين أن يتفقوا فيما بينهم. قرأ الحريري في هذا الجواب إيجابية ستدفعه إلى الإقدام على تسمية عون ما دام ليس هناك عقوبات على الترشيح. لكن إذا كان زعيم تيار المستقبل قد فاز بنعم سعودية محايدة، فكيف سيزيل اللا المحلية التي يتصدرها بري؟ في السابق كانت كلمة السر الرئاسية تحيط بها دول شرقا وغربا، اليوم أصبح رئيس المجلس صانع الرؤساء، والحل يمر من عين التيني. بعيدا عن الاستحقاق الرئاسي في لبنان، شهد العالم فجرا أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة الأمريكية الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، حيث تبادل الخصمان الانتقادات والتراشق الكلامي في قضايا تتعلق بسياسة الولايات المتحدة واقتصادها. واتهمت كلينتون ترامب بأنه بنى مسيرته السياسية على كذبة عنصرية عندما شكك في مكان ولادة الرئيس باراك أوباما وبحقه تاليا في تولي الرئاسة. وفي مخص المنطقة اتهم المرشح الجمهوري منافسته الديمقراطية بأنها تسببت أثناء توليها وزارة الخارجية بفوضى عارمة في الشرق الأوسط، ووجه خطابه إليها: انظري إلى الشرق الأوسط، إنه في حالة فوضى عارمة، وهذا أمر حصل إلى حد بعيد في ظل إدارتك. ترامب أضاف: تتحدثين عن تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنك كنت هناك وكنت وزيرة للخارجية في وقت كان فيه التنظيم لا يزال في بداياته. اليوم هو موجود في أكثر من 30 بلدا وأنت ستوقفينه؟ لا أعتقد ذلك. كلينتون ردت بأن لديها خطة للقضاء على التنظيم على الأرض وأيضا للقضاء على نشاطه على الإنترنت، واتهمت ترامب بأنه دعم اجتياح العراق والحملة العسكرية في ليبيا وأراد أن تتم الإطاحة بمعمر القذافي. ترامب لفت إلى أن سياسة أوباما وكلينتون ستجعل من إيران قوة عظمى قريبا بعدما كانت تخنقها العقوبات، فيما دافعت هيلاري عن الوصول إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران بشأن برنامجها النووي من دون اللجوء إلى العنف. محليا زار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بنشعي مساء أمس، على رأس وفد ضم رئيس مكتبه نادر الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري. وعقد اجتماعا مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي بحضور نجله توني ووزير الثقافة روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادي والمحامي يوسف فنيانوس. في الجزء الثاني من تحقيق الزميل حسان الرفاعي الخاص بالقرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام، الوحدة الاستقصائية تكشف ثغرا ومعطيات مهمة فاتت المحقق العدلي. لأول مرة يمكن من جرائم الكبيرة اللي صارت بلبنان، لأول مرة في عنا مثل ما بيقولوا بالإنجليزي فيومينغان، يعني في حدا ماسك بإيده الفرد وسيطال عاد دخان منه. دخان المسدس الذي يتباهى به وزير الداخلية الأسبق سرعان ما يتلاشى مع قراءة دقيقة للقرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى. فإذا كانت نيات النقيب السوري محمد علي قد تجلت من خلال تواصله مع شبكة أحمد غريب، يبقى الرابط بين النيات والتنفيذ مبهماً. يربط القرار الاتهامي النقيب السوري بتنفيذ التفجيرين من خلال خضر لطفي العيروني الذي تلقى رسائل نصية على رقم سوري تعرض عليه سيارة تتطابق والتي استعملت في التفجيرين، ليضاف إلى الأرقام التي نسبت إليه رقم آخر لبناني. تقول التحقيقات أنه تواصل عبره مع النقيب السوري ليبرز مع هذا التفصيل أسئلة عدة، لعل أهمها أن التحقيق لا يذكر كيف نسب الرقم اللبناني إلى العيروني، علما أنه يذكر أن الرقم السوري قد جرى تحديده من خلال شهادة الشهود. مجددا، هذا هو الرابط الوحيد بين النقيب السوري والتفجيرين. لا، إذا في ناس مثل بالمعلومات عندهم هالطاقة، الطاقات العلمية المعروفة، وقدروا تثبتوا، معناتها عندهم الوسائل ليثبتوا أمام المحكمة كيف قدروا تثبتت.
على هامش السؤال عن رقم العيروني، يذكر التحقيق أن أحد الأرقام المستعملة في مرحلة تهريب السيارات إلى لبنان جرى شراؤه من منطقة باب الرمل في طرابلس بموجب هوية مزورة، فيما يذكر أيضا بالتفاصيل أرقام المنفذين الآخرين من دون ذكر كيفية تحديد هويتهم، ما يوحي بأنهم استعملوا أرقاما مسجلة بأسمائهم. فهل فعلوا ذلك حقا؟ ولماذا لم يوضح هذا الأمر في القرار الاتهامي؟ أنا ما عم تفوت بموضوع تقنيات، أنا ما لا أدعي أني بعرف فيها تفصيليا، وهي بتركها للقضاء. القضاء حياخد مستشارين، حيجيب خبراء هن يقولوا له إذا هالشي ثابت أو غير ثابت، أو يمكن ما عندهم إياهم بالكامل، عندهم معطيات عنهم حطوهم للمحكمة تكمل دورة. بالعودة إلى عمليات شراء السيارات، تظهر ثغرة أخرى، فيقول المحقق العدلي أن الفورد إكسبيديشن التي انفجرت أمام مسجد السلام وصلت إلى العيروني بعد سلسلة مالكين، فهو اشتراها من المدعو علي نصر شمس عبر شقيقه مصطفى من دون تحديد آلية الشراء هذه، إن كانت عبر وكالة أو عملية بيع وشراء، علما أن القرار لا يذكر أي تفاصيل عن الشقيقين شمس، لا رقم سجل ولا اسم والدتهما، ولم يتم حتى استدعاءهما للتحقيق، فكيف جرى التثبت من عملية البيع هذه؟ المجلس العدلي مش عم يحكم بجمعة وجمعتين، المجلس العدلي عم ياخذ وقته، عم يحكم، عم يجيب خبراء، عم يستمع للكل، عم يستمع للدفاع، ما في مشكلة، إذا في ثغرات يا بتنسد يا بتلغى. الثغر التي بددت دخان يقين فتفت يظللها رقم أخير لم يرد ذكره، وهو الرقم المربوط بالعبوة والذي اتصل به لتفجيرها، وهو الرقم الذي قد يكشف جميع تحركات السيارة المنفجرة، وهو الدليل الدامغ على كل من ورد تورطه في القرار. إذا كانت بعض الهواتف التي تبين أنها مرتبطة بالجريمة ولم تذكر في القرار الاتهامي، فأنا أعتقد هذا أمر يدل على نقص. ليبقى السؤال الأبرز عن كيفية تحديد هوية النقيب السوري ومدى صحة انتمائه إلى الاستخبارات السورية، وبخاصة أن المحقق العدلي لا يذكر أن الجهات الرسمية اللبنانية طلبت إلى الدولة السورية كشف صاحب الأرقام التي نسبت إلى النقيب، ولا حقيقة وجود هذه الشخصية في أحد أجهزتها الرسمية. يفترض أن يكون هناك تواصل بين النيابة العامة اللبنانية والنيابة العامة في الجمهورية العربية السورية، هل حصل هذا؟ غريب أمرك، ليش أنت مصمم بس تدفع عن الطرف السوري بهالقصة؟ قد لا يدرك من اتهمنا بالدفاع عن النظام السوري أن الثغرة هذه لن تكون سوى نافذة هروب للمتهمين، وأن الثغرة التي بني عليها القرار الاتهامي ستعرقل سير العدالة، وستفرض على المحكمة إعادة البحث عن التفاصيل في تحقيق استغرق 3 سنوات، تفاصيل أغفلها المحقق العدلي على حساب مقدمة شعرية توصف معاناة الفيحاء، والتي أضاف إليها بإغفاله هذا سنوات عدة بانتظار العدالة. غدا، هل ظلم القرار الاتهامي تحقيقات فرع المعلومات؟ إلى أي مدى أدت العقوبات على حزب الله إلى تراجع موازنته؟ نحن يا خيي على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ منذ تأسيسه عام 82 لم يخجل حزب الله يوماً من الاعتراف بمصدر تمويله، لكن موازنة هذا الحزب الذي شغل العالم تبقى سرية التفاصيل لكونه يعمل خارج نطاق النظام المصرفي العالمي، فتمر أمواله عبر وسائل خاصة به لا يلحظها النظام المصرفي الأمريكي. في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تراجع في موازنة هذا الحزب، لا سيما أن نفقاته تفاقمت منذ عام 2006 وحتى بعد دخوله في الأزمة السورية وارتفاع عدد عناصره، فأين الحقيقة؟ إنه في أزمة بين هلالين مالية، أو على الأقل لم يعد هناك راحة مالية كما في فترات سابقة. حوالي 60% حسب معلوماتي من موازنة حزب الله المصاريف تأتي من إيران، البقية تأتي من مصادر متنوعة ومنها التبرعات. بعد الحرب في سوريا كما قلنا سابقا تضاعفت الأعباء المالية، يعني عدد أكبر من الشهداء، وهذا الأمر يعني يستدعي دفع يعني لعائلاتهم يعني رواتب شهرية.
أيضا هناك تجنيد، يعني حزب الله في الآونة الأخيرة رفع عديد العناصر المتدربة المتفرغة وغير المتفرغة لديه، وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى تكاليف وأعباء. إلى جانب الدعم الإيراني يعتمد حزب الله على الأموال الشرعية وأهمها أموال الخمس والزكاة، إضافة إلى أموال المتبرعين من المهاجرين والتجار الشيعة المنتشرين في العالم. لدى الحزب مؤسسات تعتمد على الموارد، يعني مثلا هيئة دعم المقاومة تعتمد على الموارد على التبرعات، أيضا هيئة الإمداد هذه أيضا هيئة رابحة جدا بفضل صناديقها، هذه هيئة نذور وصدقات، بالتالي الناس تثق بالحزب وبالتالي تتصدق وتدفع الصدقات في هذه الصناديق التي فعلا يصل يعني مصاريفها معلنة أكثر من 400 أو 500 مليون دولار في السنة. لا شك بأنه الحزب يعني في مطارح قلص فيها نفقات عديدة، مثلا في موازنة كان يدفع الحزب للأحزاب اللبنانية الحليفة له، أنا أعتقد بأنها تراجعت. أيضا يعني حتى النفقات في المستشفيات وما إلى ذلك التي يدفعها للناس الحزب وللمقاتلين وما إلى ذلك يتأخر في دفعها، لأنه مصاريف الأول محلية بتختلف عن مصاريف الأول إقليمية، يعني جسمنا كبير قميصنا بده توسيع يا خي مش قادرين نوسع وماشي الحال. ليست المقاومة إذن في ورطة مالية بل في مرحلة عصر نفقات، وهي تعمل لمواجهة الحصار المالي العالمي المفروض عليها وعلى المؤيدين لخطها. دارين دعبوس، قناة الجديد. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، مؤكدا أن لا خيار آخر أمامنا. وأشار نصر الله إلى أن العقدة ليست مع حلفائنا بل لدى تيار المستقبل، عندما يتخذ المستقبل قرارا بالنزول إلى البرلمان وانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية نستطيع أن نتفاهم مع حلفائنا. وذكر نصر الله بأن هناك اليوم فرصة بوجود مرشحين للرئاسة من 8 أذار، ولا يجب أن نفوت هذه الفرصة بسحب ترشيح فرنجي. وفي لقائه السنوي مع قراء العزاء عشية حلول شهر محرم، أكد نصر الله أن الحكومة يجب ألا تسقط وهناك ضرورة لعودتها إلى العمل وللعودة إلى الحوار داخلها مع ملاحظة حاجات حلفائنا. وشدد على أن اللبنانيين لا يتحملون أن يهتز الأمن أو الاستقرار الحالي. عنصر في قوى الأمن الداخلي يدهس طفلا بسيارته في مكان مخصص للمشاة وممنوع على السيارات. في الوقت الذي كانت القوى الأمنية تقوم بحماية مهرجانات صيدا من التهديدات الإرهابية، عبرت سيارة نقطة لقوى الأمن الداخلي في شارع المهرجان حيث يمنع مرور السيارات. كان مأمن أنه الطريق مسكر وما في سيارات، والكل قال هيك، والكل كان موجود على أساس ما في سيارات. السيارة كان يقودها عنصر في قوى الأمن الداخلي، استخدم صفته للدخول فوقعت الكارثة. نتفاجأ بواحد مسرع وفات فيه وتعرض لإصابات كتير قوية، عنده إصابة بوجهه مع جرح متهتك تحت العين اليمنى وأخذ الأنف والجبهة، وعنده ردة قوية ببطنه، نعمل عمليات ترميم وتجميل للجروح اللي بالوجه ونعمل عملية للبطن للتأمين أنه ما يكون فيه نزيف، والحمد لله هلأ أحسن وضعه مستقر أكثر. يعني نعمل له عملية تاني كبار تقريبا أخذوا شيء 4 ساعات ونص 5 ساعات. حاولنا الاتصال باللجنة المنظمة للمهرجان إلا أن المسؤولة الإعلامية رفضت التعليق، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث. لازم اللجنة كانت تقدم طلب لمحافظ الجنوب بقطع بعض الطرقات نتيجة هذا النشاط رالي بيبر، ما صار في عنا قطع طرقات، نحن أخذنا مبادرة فقط على الطريق البحرية لقطع طريق خلال الانطلاق لأنه اتصالات سريع وخلال العودة، إذا في حال سمحوا لهذا العنصر بالذهاب من مكان مقفل في تحقيق مسلكة فتحته سرية صيدا للتأكد من صحة هذا الخبر. منية التقيد بالسلامة المرية أنه لو حاطت كاس كالصابة ممكن متمقلنا يعني سيئة بلا، ممكن لو غير عسكر ما جيتوا لعنا. تحاضر قوى الأمن الداخلي بالسلامة المرورية وتكاد تحمل طفلا في مكان ممنوع على السيارات مسؤولية دهسه بسيارة عنصر عديم المسؤولية من عناصرها. حلو نعيش بمسؤولية، بلش نهارك باحترام القانون، نفذ ثم طالب. هند الملاح، قناة الجديد.
في التحقيقات الأولية في اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر، القاتل ينكر معرفته بالشهيد، وعائلة حتر تؤكد أن اعترافاته معدة سلفا. قصر العدل في عمان الذي كان مسرحا لسيل دماء القلم والفكر هو العدل الذي امتصت أدراجه دماء الكاتب الأردني ناهض حتر، وهو الذي حضن على وقع الجريمة حشدا من المتظاهرين استنكارا لتغليب التطرف على الاعتدال ولاغتيال حرية الرأي والتعبير. وناهض حتر اصلا لم يقم برسم هذا الكاريكاتير، هو قام فقط بنشره. هذا الكاريكاتير بيشير الى اهل الدواعش وليس الى اهل المسلمين اصلا. الغايه من وجودنا هون نثبت انه الصوت الحر لازم يضل عايش، الصوت الاردني الحر. هذه المشاهد لم تمحى من ذاكره ذوي المغدور الذين شاهدوا رصاصات القاتل التي اردت بابنهم ناهض شهيدا. الشهيد ناهض حتر قتل بدم بارد بتعاون من الجهات الحكومية، وفرت الغطاء للقاتل ولم توفر أي حماية للشخص الذي تم اغتياله وهو الشهيد ناهض حتر. كانت الدولة غائبة تماما، تم تفتيشنا احنا كأفراد عائلته كرفاقه اللي حواليه وتفتيشه، ولكن لم يتم تفتيش الشخص أو الشخص الذي كان موجود أمام باب المحكمة من الساعة 8. دخلت قبلهم لكي أتفقد الوضع داخليا، تفاجأت فورا بسماع صوت طلقات نارية، فركضت متوجها إلى المدخل وإذ بشهيدنا البطل مدرجا بدمائه، ولم يتدخل أي رجل أمني لمساعدتنا، تدخلت فقط لغير صبية متدربة تمريض. ابنه وأنا ركضنا لكي نلقي القبض مع كم شخص من الأمن على القاتل اللي كان موجود هناك. حاولت أن أمسك به ولكن منعوني رجال الأمن أنا وابنه المعتصم بالله. أمنوا الحماية الكاملة للقاتل ولم يؤمنوا الحماية، كان خوفهم على القاتل أن يتم إيذاؤه ولم يؤمنوا الحماية للشهيد البطل. المدير العام لمحكمة الجنايات الكبرى وضع القاتل أمام ثلاث تهم، هي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، جناية القيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص، وهذا ما يضعه أمام حكم الإعدام شنقا بحسب قانون العقوبات الأردني. فهل هذا الحكم يجعل عائلة حتر تستلم جثمان ابنها؟ لا أصدق أي شيء يصدر حاليا من الحكومة، أنا لا أعلم. تم توفير المسرح للجريمة، ملحقات الجريمة وماذا يجري خلف الكواليس نحن لا نعلم عنه أي شيء. كل ما هنالك أنه تم التحضير للجريمة بدم بارد برعاية حكومية. التحقيقات الأولية كشفت أن القاتل لم يكن يعرف أو يسمع بالكاتب حتر، وأنه خطط لارتكاب الجريمة بعد إعادة نشره الكاريكاتورة على صفحته على فيسبوك، كما أنه علم بموعد جلسة محاكمة حتر من خلال مواقع الإلكترونية، فاشترى مسدسا قبل أسبوع وتوجه إلى قصر العدل وانتظره قرابة ساعة لرؤيته متوجها نحوه وفتح النار عليه. وبحسب المصادر فإن القاتل ليس نادما على قتل حتر، وذلك لمسه الذات الإلهي. هذا الشخص الذي قتل ماهر هذا كان لأربع سنوات يقاتل مع داعش في خارج البلاد، وذهب إلى السعودية وقام بالحج ورجع للأردن وعين في وزارة التربية والتعليم. القاتل لا يعنينا، القاتل هو عبارة عن أداة، أداة أمرت بالجهة من الجهات لتنفيذ حكم الإعدام. طالب الشهيد مرارا بالحماية إثر تعرضه للتهديدات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بذريعة أن أمن الشهيد من مسؤوليته، فغاب حتر وغاب العدل معه. روان أبو خزام، قناة الجديد. بعد الفاصل ضحية رصاصة طائشة. أهلا بكم من جديد. إنجازات الفرق اللبنانية في كرة القدم تقتصر على الألقاب المحلية بسبب عوامل عدة تحكم اللاعب اللبناني وعلى رأسها ضيق الحال. مش قصة عموري لكن سو بطولي نحن
كنا عشقنا النجمة عشق من الطفولة والعلم الأكبر بلال واسمك عم يشوف في العالم يا نادي الأنصار يا نادي الأنصار. هم نجوم كرة القدم في لبنان، هم من يمثلون بلادهم كما يفعل ميسي أو كريستيانو رونالدو، ولكن الفارق أن دخل أي لاعب لبناني لا يتعدى 1500 دولار، أي أقل مما يتقاضاه أي لاعب أوروبي في يوم واحد. فترى نجم كرة قدم يركب الفان ليعود إلى منزله، وآخر يستخدم دراجة نارية صغيرة، واللاعبون بمعظمهم يمارسون مهنا أخرى ليحصلوا لقبة عيشهم، وفي الوقت عينه يجهدون للحفاظ على مستوى لعبهم، وهو ما دفع بعضهم إلى هجر الكرة، فيما تمكن آخرون من الاحتراف خارج لبنان. في لعب الفوتبول بلبنان يعني ما في احتراف، اول شيء كل ما في عقود يعني بين اللاعب والنادي والاتحاد، فاللاعب بيمضي مدى الحياه، فبكون النادي هو اللي مسيطر على اللاعب، والجمهور هو اللي بيرجع كل شيء. بتشوفي بالماتش ما بيجي اكثر من 2000 متفرج. اساس كره القدم هي الملاعب، ما عندنا كثير اهتمام، ما في اهتمام من الدوله للاسف. يمكن جرح كبير، يمكن عم بحكي بطريقة العالم يمكن ما تتقبل، لكن عم بحكي بصدق. هاي عم تطلع كلها باللاعب يلي هو مصدر رزقه مصدر عيشه. بتشوفي أكترية لاعبين هن موظفين. أكيد اللاعب اللبناني مظلوم. في سبب أساسي هو تراجع المستوى الفني بشكل عام، هذا بيؤدي أنه عدم اهتمام كل الشركات الراعية بهاللعبة. ما عم بيقدر اللاعب يعيش إلا من الإيرادات أو من راتبه اللي بياخده بكرة القدم. الاتحاد بده يكون يطبق نظام الاحتراف اللي هو كل الدول عم بتطبقه، بس يطبقه بتنعكس تطبيقه أو بيجبر الأندية يطبقوا هالاحتراف. لازم نعرف أنه إذا اللعبة بتتحسن وتطور ابتداء من اللاعب، كل ما بيتحسن وضعه الاجتماعي والاقتصادي والمالي بيقدر يتحسن أكثر ويتطور أكثر ويفيد أكثر، فبالتالي اللعبة بتتطور. الأنصار والنجمة أعرق ناديين يستعدان اليوم لمباراة الديربي التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر، وهذه المباراة التي كانت تمول بيفرة باتت اليوم تعتمد على جمهور في الملعب. ماتش مثل نجمة أنصار ديربي له طعم تاني، يعني غير كل المتوش اللي بالدوري. بتحس الجمهور كله عم يحسب حساب قبل بخمسة أيام قبل بثلاثة أيام، بدي لهم يكونوا قطار ويواكبونا. هنا طالعين من مباراة من انتكاسة من مبارتين، إن شاء الله نقدر نصالح جمهورنا بهذه المباراة. وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتأزم لكرة القدم اللبنانية، إلا أن الأمل بعودة مجدها ما زال قائما. لعبة كرة القدم في لبنان اسم على مسمى، لعبة الفقراء، اللعبة التي تحتاج إلى دعم مادي سواء من الدولة أو الجمهور. ألين حلاق، قناة الجديد. أسرة الطفلة تيارينو تعتصم أمام مستشفى حمود في صيدا وتناشد وزير الصحة التحقيق في أسباب وفاة ابنتها. قضية الطفلة تيا محمود رنو 8 سنوات التي توفيت أخيراً نتيجة التهابات حادة في اللوزتين لم تنتهي فصولاً بعد، فاعتصم ذووها أمام مستشفى حمود الجامعي في صيدا وقطعوا الطريق رافعين لافتات كتب عليها ضحية الطب الفاشل، محملين مسؤولية وفاة ابنتهم لطبيبها المعالج، مطالبين وزير الصحة وائل أبو فعور بفتح تحقيق بالحادثة. التقرير خربطوه، التقرير قالوا له تاخذوا اليوم دكتور أسطى، قال لي التقرير جاهز، اليوم لا ياخذوا الساعة 8 الساعة وتنتهي اعطوني اياه. لعبوا بمعاش المصطفي. ما بقيت 24 ساعة بنتجوا. أنا صرت سألي كذا واحد عن الإبرة، قال لي الإبرة ما بتنعطى لبنت، ما بتنعطى لوزن إلا لوزن فوق ال 40 كيلو. بمصر. بنتي وزنها كانت 30 كيلو. أنا بحمل المسؤولية للدكتور للدكتور أسطى، هو المسبب الأول لوفاة بنتي. هو المسبب الأول لوفاة بنتي. هيدا الدواء بتاخد برات المستشفى مش على ايد ولا حدا من هالمؤسسة. يعني انا بعدني لهلأ وهو جزء كتير مهم من التحقيق اللي لازم نقوم فيه، شو هيدا الدواء؟ وين بتاخد؟ مين عطي؟ إدارة المستشفى أصدرت بياناً أوضحت فيه تطور الحالة الصحية للطفلة تيا منذ دخولها المستشفى والتحاليل المخبرية التي أجريت لها بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفاطمة ابنة السنة والنصف طفلة سورية نزحت إلى لبنان مع أسرتها فأصابتها رصاصة طائشة في رأسها وأدخلتها غرفة العناية الفائقة، وهي الآن تنتظر أهل الخير للخضوع لجراحة لا قدرة لأهلها على تحمل تكاليفها. الرصاص العشوائي يشوه وجه الطفولة من جديد ويدخل فاطمة ابنة السنة والنصف في صراع مع الوجع، فاستطاعت هذه الطفلة السورية الهرب من غدر الحرب الدائرة على أرض وطنها الأم لتقع فريسة التفلت الأمني وانتشار السلاح العشوائي في بلد اللجوء. وفي التفاصيل، عندما كانت فاطمة محمد المشول تلهو بالقرب من والدتها في إحدى مخيمات النازحين السوريين في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، أصيبت برصاصة طائشة في رأسها وارتمت في حضن والدتها صارخة والدماء تنزف من رأسها، وجرى نقلها إلى مستشفى حامد فرحات في جب جنين وأجريت لها الإسعافات الأولية وهي ترقد في العناية المشددة. أما قالوا لنا إنه الرصاصة داخلة بالمخ من فوق، داخلة بالمخ من فوق وطالعة قاطعة عصب العين، العصب تبع العين مقطوع، وهلا ما فينا قدرتنا وعم طالبوا لنا مصاري وما فينا. فاطمة هي الآن بحاجة إلى عملية جراحية في الرأس، وذنبها الوحيد أنها ولدت لدى أهل لا قدرة لهم على معالجتها، فهل من أنصار للطفولة سيهب وينزع الحياة الدموية من عين الطفلة لتعود إلى حياتها البريئة؟ أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً على الإرهابيين شادي المولوي وجلال منصور بالإعدام بتهمة تأليف عصابات مسلحة واستهداف مراكز الجيش بالمتفجرات والتسبب بقتل أحد العسكريين. والمولوي متوار عن الأنظار منذ أحداث طرابلس الأخيرة، وهو مطلوب بمذكرات توقيف، كما صدرت بحقه أحكام غيابية عدة. كذلك أصدرت المحكمة أحكاما بحق 5 متهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وهم ألفار طنوس الجلاد وهاني مطر الذي حكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بتهمة التدخل بجرم التعامل مع إسرائيل، وحكمت على السيد بالأشغال الشاقة 5 سنوات وعلى زوجته 2 سنين بتهمة التواصل مع إسرائيل. تفاعل أزمة مزارعي التفاح والقمح وأحراق معمل فرز النفايات في بعلبك وأخبار إضافية في هذه البانوراما المحلية. بحث وزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس الحكومة تمام سلام في أزمة تصريف إنتاج التفاح وفي جلسة الحكومة المقبلة وضرورة انعقادها لبت الملفات التي تهم المواطنين. وتعطيل مجلس وزراء من قبل أي فريق سيؤثر على حاجات الناس وعلى مشاكل وعلى ما يمكن الناس أن يكون لهم من أمور بدها تصريف. أي قرار يمكن أن تأخذه الحكومة اللبنانية في موضوع تصريف التفاح وحل مشكلة المواطنين اللبنانيين يجب أن يمر في مجلس الوزراء. كرم مجلس مصلحة استثمار مرفأ صيدا السيد توفيق سلطان لمناسبة توقيع الوزير غازي زايتر المرحلة الثانية من مشروع تطوير مرفأ طرابلس بحضور رئيس الهيئة القابضة للنقل البحري والبري في الأردن ورئيس الحكومة المصرية السابق عصام شرف والأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية. اليوم ونحن نحتفل بمرحلة جديدة في بناء البنى التحتية، لا بد من الإشارة إلى أن هذا المرفأ له مميزات تفتخر إليها غالبية المرافق، فوجود محطة السكة الحديد في حرمه والمساحة الكبيرة القابلة للزيادة وموقعه سيوفر فرص عمل محيطه في عكار وصغرتة والكورة والضمنية وطرابلس. ادعى وزير البيئة محمد المشنوق لدى المحامي العام البيئي في البقاع القادم محمد مكاوي على كل من يظهر التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في إضرام النار في معمل فرز ومعالجة النفايات في بعلبك الذي كان قد شيد بهبة من الاتحاد الأوروبي. وللغاية عقدت النقابات والاتحادات والجمعيات التجارية والعمالية والزراعية في البقاع اجتماعا في مركز النقابات العمالية في بعلبك، استنكر فيه المجتمعون جريمة حرق المعمل الذي جرى تجهيزه بتكلفة 5 ملايين يورو.
أقدم مزارعو التفاح بحضور عدد من رؤساء البلديات المتضررة في قضاء جبيل على وضع صناديق التفاح في وسط المسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، رفضا لما سموه الإهمال الرسمي اللاحق بقطاع زراعة التفاح وموسمه المهدد بالهدر. ندعموا صندوق التفاح بكل لبنان $5 مثل ما بيدمعوا الطبغ، مثل ما بيدمعوا الدخان، مثل ما بيدعموا القمح، مثل ما بيدعموا الزيت، اي شيء نحن ساعتها بنطلع من الشارع، غير هيك مش طالعين. نوقف حد الشعب، حد هالشجره يلي عم تعطيها الشعب، الشجره يلي عمرها 100 سنه من جدودنا الاهل، مش رح تخلى عنها، وعلى بكره رح تسكر الاوتوستراد، وبعد بكره وكل يوم، وما سائلين عن حدا لانه نحن اصحاب حق. كان عاده تسويق يروح على 70% من تفاحنا يتسوق للخارج. اليوم عندنا دول عربية حوالينا، يا فيها حروب مسكرة حدودها، يا فيها حروب اقتصادية منهارة عملتها مسكرة حدودها، يا في مشاكل سياسية معها مسكرة حدودها. وتالت طوق اللي هو ما حدا فكر لبعيد انه نعمل تصنيع للتفاح. عقد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان ونقابتي مزارعي القمح في البقاع والبقاعين الأوسط والغربي في مركز الاتحاد في بعلبك اجتماعا تدارسوا فيه موضوع عرقلة تسلم القمح المهدد بالتلف بسبب تساقط الأمطار، ولوح المجتمعون بالتصعيد في الشارع في حال عدم استجابة المعنيين لمطالبهم. استضافت وزارة التربية اجتماعا للجنة جائزة بشار الخوري للتوعية الديمقراطية لتقييم مشاركة الفائزين في دورتيها للعامين 2015 و2016 الذين قاموا برحلتي استطلاع إلى برلين وبروكسل بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. وبعدما عرض عضو اللجنة رفيق شلالة أهداف الجائزة، شرح رئيس اللجنة مالك الخوري نتائج الاستمارات التي وزعت على الطلاب وتضمنت انطباعاتهم خلال الرحلتين. بعد الفاصل، لبناني يرفع أثقال ألمانيا. إلى معركة حلب التي تبقى الأبرز بين المعارك التي تشهدها الأرض السورية نظراً لأهميتها الاستراتيجية وصراع الأطراف الإقليمية والدولية على أرضها. في الحرب كما في السياسة، حلب هي محور الحل والصراع، ومع تبادل القصف الدبلوماسي الذي تمثل في مواجهة ميدانية في مجلس الأمن بين القطبين الروسي والأمريكي، كانت المعارك تشتد على جبهة حلب. هل كانت هذه المناورة التي سموها هدنة أو وقف العمليات بين روسيا وأمريكا مقدمة بالواقع إن نجحت فيما بعد نصفي يعني أحرار الشام والنصرة وتصبح بقية الفصائل أضعف مما هي عليه بكثير، وفي مرحلة لاحقة نصفي هذه الفصائل وندخل إلى حلب، أو أنه في حال فشل هذا الموضوع فإن هذا يعطي المبرر القانوني للنظام والأخلاقي لحليفه الروسي من أجل شن مئات الغارات خلال أيام معدودة على مدينة حلب؟ عدة المعارك واستعمال مختلف أنواع الأسلحة يرى فيها البعض جرائم ضد الإنسانية، إلا أن احتدام الصراع الإقليمي والدولي يدفع الحل السياسي بعيدا من الميدان السوري. إذا نظرنا إلى ضراوة القصف الجوي وتعميم هذه المعارك على كل الجبهات، نقول بأن هناك محاولة بالواقع لتصفية الثورة، وبأن الحليفين الروسي والنظام قد اقتنعا بأن بإمكانهما حل المعضلة أو الأزمة السورية من خلال تحقيق انتصار عسكري وليس البحث عن حل سياسي كما يعتقد الجميع. أنا أعتقد بأنه لن تنجح هذه المحاولة. أي متى يمكن أن تنضج الظروف في داخل سوريا؟ عندما يشعر الطرفان النظام والمعارضة بأنهما قد فقدا الإرادة للقتال، وهذا يحدث عندما يفرغان يعني كلاهما يفرغان من القوة الدافعة للقتال، وهذا لم يحدث بعد. تعدد الانقسامات داخل فصائل المعارضة وخروجها تحت مسميات جديدة يبدو للمراقبين أنهما في إطار المحاولات للخروج من لائحة التنظيمات الإرهابية تمهيدا للدخول في إطار الحل السياسي،
لكن اختلاف وجهات النظر بين الأمريكيين والروس إلى حد التناقض من هذه التنظيمات يشير إلى أن حل الأزمة طويل الأمد ولا يأتي إلا تحت غطاء كثيف من النيران. باسل العريضي، قناة الجديد. أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن أمريكا تقود المؤامرة على سوريا ومعها دول غربية وإقليمية، مشيرا إلى أنها تزود الإرهابيين بسلاحها وتمولهم وتدخلهم عبر الحدود بالألاف. وفي حديث للميادين قال المعلم أن طائرات استطلاع أمريكية حلقت فوق دير الزور قبل يومين من الغارات الأمريكية على مواقع الجيش السوري، مشيرا إلى أن هذه الغارات جاءت بالتنسيق مع داعش واستمرت 50 دقيقة. وأنا تفسيري الوحيد لذلك أن السيد دمستورا لم يأتيه الضوء الأخضر الأمريكي بعقد جولة محادثات. الحوار هو بين السوريين وبدون شروط مسبقة. نحن جاهزون لتشكيل حكومة موسعة تشكل لجنة دستورية لوضع دستور جديد للبلاد. هذا الدستور يجري استفتاء شعبي عليه، بعد إقراره تتم انتخابات برلمانية، وبموجب هذا الدستور تشكل حكومة جديدة. إسرائيل تتذرع أنها تريد حزام أمني على غرار الحزام الأمني الذي صنعته في جنوب لبنان، واستطاعت أن تقيم صلات مع مجموعات إرهابية متواجدة في جبهة الجنوب بالقرب من الجولان السوري المحتل، وهي تقدم لهم الدعم العسكري والدعم الطبي وتنقل جرحاهم إلى المشافي الإسرائيلية. ثالثا، الشيء الأساسي بالنسبة لإسرائيل أن تستمر هذه الأزمة قدر الإمكان حتى تستنزف سوريا أكثر، وهذا الحقيقة التي نلخصها بعدم وجود إرادة أمريكية لإنهاء الأزمة. الخبر الأخير رياضي، ابن الجنوب أيمن حماني يمثل لبنان في بطولة رفع الأثقال المقررة في ألمانيا. يتوجه بطل رفع الأثقال اللبناني أيمن أنيس حماني في 8 من الشهر المقبل إلى مدينة هينشيم الألمانية في إعداد المنتخب الوطني لتمثيل لبنان بدعوة رسمية من الاتحاد الألماني لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة. حماني ابن 38 عاما من بلدة الدوير الجنوبية، حقق إنجازات في بطولة لبنان في رفع الأثقال عامي 2010 و2016، بطل الجنوب في أعوام 2008-2009 2010. إنسان بس توفر عنده الإرادة والتصميم ويكون حاطط عنده رؤية واضحة ويتابع قادر يوصل، ومثل ما وصل إحنا إن شاء الله رح نوصل من بطولات الجنوب إلى بطولات لبنان إلى البطولات العالمية، وكله هيدا بفضل الله وبفضل متابعة وإشراف رئيس اتحادنا اللي دايما هو الساهر علينا الأستاذ حسن مقلد. يواظب حماني على التدرب والتدريب في آن واحد. وإلى عناوين صحف اليوم الثلاثاء 27 أيلول، البداية مع النهار. عشاء ابن شعي يبرد حمى الأربعاء ولا يبددها. نتابع مع النهار. الغارات الجوية مستمرة على حلب الشرقية وثلاثون طبيبا فقط لمعالجة الضحايا. نصف الأمريكيين سيعتمدون على المناظرات لمساعدتهم في الاختيار بين كلينتون وترامب. وفي أبرز عناوين السفير اليوم، الحريري إلى عين التيني والرابي بعد ابن الشعي، عون إلى الشارع للاحتجاج أو الاحتفال. أوروبا وسوريا الحرب طويلة. صفقة ب10 مليارات دولار عبر الأنبوب القطري. الأردن المستورد الأول لغاز إسرائيل. في الأخبار، نصر الله لا أفاق للحلول السياسية في سوريا والكلمة للميدان. الحريري يفتح باب انتخاب عون. المنظمات النسوية ما يطلبه الممولون. وإلى الأنوار، الحريري يباشر جولته الرئاسية بزيارة فرنجي مرشح تيار المستقبل. مزارعو التفاح ألقوا إنتاجهم في الشارع. سكان حلب، الخراب حول المدينة إلى جحيم. في صحيفة الديار، الحريري وفرنجي يطلقان العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية
توسيع مروحة الاتصالات وارتفاع حظوظ عون لانتخابه رئيسا. السيد نصر الله: لا حل سياسيا قريب في سوريا والكلام للميدان. روسيا: نبرة واشنطن ولندن تشكل تهديدا لجهود إنهاء الحرب. النصرة منتعضة من تراجع تدفق الأسلحة الأمريكية. وفي عناوين صحيفة المستقبل اليوم: سلام ينتظر استكمال الصورة والحريري يستهل جولته السياسية من ابن الشعي. لا حكومة هذا الأسبوع. أوباما قلق جدا من سفك الدماء المقزز وموسكو تندد بانتقادات واشنطن ولندن. هولوكوست حلب يتواصل والمستشفيات عاجزة. في عناوين البناء: الأربعاء يوم لحلب أو لمجلس الأمن وليس للرئاسة، لكن السكة سالكة. أيام فاصلة تضع حلب بيد الدولة السورية أو يعود التفاهم إلى الضوء. الحريري يقود مشاورات للمكاشفة حول المأزق طلبا لحل إنقاذي. ومن البناء ننتقل إلى عناوين صحيفة اللواء: الأعين على الحريري وأسئلة مقلقة في بيئة المستقبل. المشاورات تنطلق من ابن الشعي وتشمل بري والجميل وعون، والمرد مستمر بترشيح فرنجي. الحكومة تلغي المزايا المالية لترشيد الإنفاق. الملك سلمان يخفض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى. البلد عنونت اليوم: الحريري يحرك الركود الرئاسي وخيار عون يتقدم. أزمة تصريف. الوعر يتنفس وموسكو قلقة. من صحيفة البلد إلى عناوين صحيفة الجمهورية، وفيها اليوم: فرنجي مستمر بترشيحي. من عين الحلوة إلى الرقة: الفرز والعزل ضد داعش. إلى صحيفة الحياة وفي عناوينها: خادم الحرمين يأمر بخفض رواتب الوزراء وامتيازات موظفي القطاع الحكومي. السعودية تتعايش مع تراجع الاقتصادات الدولية وترشد الإنفاق. خروج عناصر المعارضة من حي الوعر إلى ريف حمص: تدمير ممنهج وتجويع في حلب. وأخيرا مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الملك سلمان استثنى المشاركين في عمليات الحد الجنوبي وخفض رواتب الوزراء وأعضاء الشورى. السعودية: قرارات ملكية جوهرها الترشيد ورفع كفاءة الأداء. ثلاثة أسباب تزيد من الخلافات بين الحوثيين والرئيس المخلوع صالح: التحالف للانقلابيين لا هدنة حدود. تذكيرا بعناوين النشرة: في أول مناظرة بينهما ترامب لكلينتون: سياساتكم خلقت الفوضى في الشرق الأوسط. $20 trillion. We cannot do it any longer, Lester. لقاء في ابن الشعي بين فرنجي والحريري وطيف عون ثالثهما. التقوى والسلام تابع شبكة اتصالات سقطت من القرار الاتهامي. غريب أمرك، ليش أنت مصمم بس تدافع عن الطرف السوري بهالقصة؟ اعترافات قاتل ناهض حتر معدة سلفا. القاتل لا يعنينا، القاتل هو عبارة عن أداة، أداة أمرت بجهة من الجهات لتنفيذ حكم الإعدام. بين ميسي ولاعبينا: عاطل من العمل وراكب فان. جرح كبير، يمكن عم بحكي بطريقة العالم يمكن ما تتقبل، لكن عم بحكي بالصدق. ختام النشرة. مزيد من الأخبار على موقعنا الجديد .tv، وأيضا على صفحتنا عبر فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى حسابنا على تويتر الجديد نيوز. أعود وألقاكم في موجز 10:30.